شقاوة في شقاوة. لو قلنا لك انك كسبت تذكرة سفر لأي مكان في العالم نفسك تروح فيه، أو حتى مكان جوه بلدك، هتختار تروح فين؟ ايه البلد اللي نفسك تروحها؟ ايه الطموح اللي نفسك تحققه فيها؟ طب انت نفسك تروحها ليه؟ طب تعرف ايه عنها؟ ده اللي هنشوف اصدقائنا هيقولوا فيه ايه. تعرفي ملك، قولي لي يا ملك نفسك بقى تسافري فين؟ نفسي اسافر باريس بقى، حلمي من بدري ان انا اروح باريس. ليه؟ يعني انا كنت بشوف في مسلسل احداثه بتدور في باريس، فبشوف الحاجه شكلها حلو وجميله، نفسي اروح هناك اشوف الحاجه دي على حقيقتها. انا اسافر هناك وابقى مهندسه ديكور، ان هناك في بيهتموا بالموضه والحاجات دي، فاروح بقى ابقى مهندسه ديكور واشتغل هناك بقى وابقى اكبر مهندسه ديكور في باريس. اسمك ايه؟ زينه. انا نفسي اسافر بلجيكا. بلجيكا؟ اشمعنى؟ عشان مامتي قبل كده سافرت هناك وكان عندها ناس، وهي شكل البلد اصلا جميله، وانا شفتها وهي بتصور وكان في حاجات حلوه، راحت جابت لنا حاجات حلوه، فانا نفسي اسافرها عشان كده. وانا برضو انا بتعلم فرنش، فنفسي اتكلم مع حد يعني فرنسي. اسمك ايه؟ ماما. نفسك تسافر فين؟ المانيا. اشمعنى؟ المكان حلو وجميل، وكمان السفر هناك ببلاش، لازم باسبور بس برضو، وكمان الموقع حلو وجميل، وهي في اوروبا. نفسي امريكا، اصلا هناك اغلبيه الافلام بتتعمل هناك، وانا بحب الافلام اللي هي فيها كرتون، واللي هي الحاجات اللي هي تبقى اللي انت فيها مبسوط، وهي هناك فعلا الدنيا حلوه. فيعني انا بجد كنت نفسي قوي اسافر. اسمي مالك. كنت نفسي اسافر امريكا برضو، عشان كان عندي صحاب هناك وكذا واحد راح، والمنظر جميل قوي هناك، وكذا كذا حاجه برضو بتتمثل هناك. كل واحد في أصدقائنا كان عنده حلم يسافر لمكان معين، سواء كان عايز يسافر هناك عشان يقابل أهله وحبايبه، أو كان عايز يسافر عشان يشتغل، أو عايز يسافر عشان يتفرج على البلد اللي بيحبها. فده حلم جميل، بنتمنى للجميع يحقق كل اللي بيتمناه. استنونا في حلقات تانية كتير. مجلة علاء الدين، مجلة لكل البنات والأولاد. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب لقناتنا.